فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البعض يشوش في أيام رمضان بخصوص أذان الفجر وأنه يحصل قبل الوقت. أي نتركهم، اتركوهم، صوموا مع المسلمين، صوموا مع المسلمين واتركوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يبطلون الصلاة، صلاة الفجر، يقولون ما هي صحيحة لأنها قبل الوقت. أخرجوا كتاب يقولون إعلام الأنام ببطلان الصلاة الفجر في المسجد الحرام. نعم. الله يعافينا من شرهم ومن فتنتهم. نعم.